شمس تروح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغم حب وهمس تروح ودقات تتوتري وتضغطي على المخلوقة. خلاص أنا فهمت تطول بالها. بعدين لا تخافي عليها، بتعرفي كيف تدبر أمورها هي. أنا خايفين إذا طولنا بينا كتير تخسر كل شيء. الله يخليك لي طريقة تانية حتى نخلص المعركة. عفوا نحن نعتذر عن جد قطعناكم عن شيء؟ لا أبدا. كمان بتصحي قبلينا وبتقبلي ضيوف. حاجة حلوة والله. هو محامينا مثل ما محاميكم. طب وإذا احنا طلبنا منك تنقي ما بين زباينك تختار مين؟ ما بدها تفكير ابدا. ما بدها تفكير مدام. هو مستلم كل قضايا شركاتنا وبيعرف كل شيء، كل التفاصيل، يعني اربح له بالمختصر. بينما حضرتك عم تركضي ورا قضيه خسراني من الاول. وانا قلت لك استاذ امير انا موجود هون بناء على طلبك. بتحب نبدا الشيء اللي اجيت من شانه؟ يعني ما بدكم تكملوا الموضوع اللي كنتوا عم تحكوا فيه؟ لا ما كنا عم نحكي شيء. اوكي طيب. ايه طبعا. بتحب تتفضل معنا لانه في شيء رسمي حابب اني اورجيك اياه. ايه على عيني. ايه تفضل. من بعد اذنك مدام. ادوار زينه. تفضل استاذ حسين. الله. هلا انتم بتعرفوا قديش انا مبسوط بوجودكم، بس ما فيكم تغلبوا حالكم. يعني انا بهذا البيت متعود اعمل كل شيء بايدي الا تحبيشه الفول المصري.
ما حدش يعرف يعملها زيك. مظبوط، هلا انا بعرف بعمل فول مصري بس طبعا مو مثلكم اكيد. بقول لك يا فرد. نعم. انا عايز اسالك سؤال بايخ شوي. تفضل. هي العقربة اللي قاعدة بره دي اتأكدتوا انها ام البت دي من الجدع اللي اسمه فريد نوح ده؟ من فضلك بلاش الكلام الوحش ده مع الراجل الحلو ده. بقول لك ايه يا حبيبتي، بلا عيب انا مش عيب، لو طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. هلا اول حاجة بايدك، بس الحقيقة هي جابت فيديو وجابت تحليل. واطية واطية قوي واطية. نوطي حسنا شوية عشان هم قاعدين برا. يا رب يسمعوا. مرحبا باسل. طب ما اجى لعندكم شاب اسم فادي نوح. ليك مر لعندك فادي شي؟ فادي نوح. طيب يلا باي. هيك يعني شاب اسمراني او يمكن ما معه هوية. ما في؟ طيب شكرا، شكرا كثير ميرسي. جربي شربي هذا الرقم 01 76 35 42. خليني انا كمان احكي مع ناصر. مرحبا ناصر. وبعدين يا فرج، قلت لهم الاكل جاهز ولا لا؟ لا طبعا قلت لهم، بس السيد امير والسيد هاني مجتمعين مع المحامي. السيد مجد ما بعرف ما لقيته، البقايا صار في مش مهم، ما عند الباقيين ان شاء الله عندهم مطاف حلو. استني شوي. لا استني، ما حدش جاي. ها؟ الو. اهلا اهلا عمي، اهلا. كيفك؟ لا والله. حاولي تحكي معه بعد شوي. ولقل لك هلا لما يجي على الفطور انا بقول له. طب يلا حبيبتي عندي ضيوف. ماشي ماشي. اوكي مع السلامة. هي ما سوى بنت اخي. هي ماسة بتبقى بنت اخوك انت؟ اي طبعا. ده الشرف العظيم، ده ده الشرف العظيم اللي احنا فيه ده. لا 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 يا شيخة، روحي بلا لا بلا حبال. ما شاء الله ما شاء الله، ماسة دي امرايا امرايا. اسمع انا مسمى، يا دي نسيبة، يا دي قتلو، يا دي نسيبة، يا دي نسيبة. تتكلمتوا ما في شيء. كيف يعني شو قالوا لك؟ ما اجا هون لا بلاغ ولا شيء. زعلاني ما بعرف ليش زعلاني، كيف بدي راضيكي مالي عرفان؟ والله خلينا ننسى كل شيء. حبيبة قلبي أنا بدي، خلينا ننسى كل شيء صار، ولا كأنه انحكى، ننساه كله كله. خلينا نعيش برواق، انبسط بحياتنا، بدي انبسط معك، انبسط بالعيلة، انبسط بأولادنا. الو الو ميرا، شو صاير؟ الو ميرا، ايه فادي؟ فادي شو بو؟ شو بو وين؟ باي مستشفى؟ قولي لي. طيب هو منيح عايش؟ اكيد. طيب 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 يلا 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 جاي جاي. شو بو فادي؟ حادث بس منيح هو. ضبي مرض حمل تشيك اوت، ضبي الغراض يلا. شو
بس ما بتقدروا تضلوا عم تعملوهم بنفس الطريقة، هيك راح تخسروا كتير. لا مش هنخسر حاجة، هدول التنتين راح بيضلوا غرباء عنا، واللي عم بيساووه أستاذ أسيل اسمه سرا، ما له اسم تاني. ونور هيك رأيك كمان؟ نحنا عم نتعامل معك، بعدين حتى لو نور عنده رأي تاني هو مكلفنا نلاقي حل القصة. شو يعني تلاقوا حل؟ يعني عايزين ميرا وامها ينتهوا من حياتنا نهائيا. وبعدين انت المحامي بتاعنا والمفروض تعرف تخلصنا منهم ازاي. حط المبلغ اللي بدك اياه، لازم تلاقي طريقة. هدول التنتين ما لازم يطلع لنا شيء. والله بدكم تعذروني يا شباب، الشيء اللي عم تطلبوه مني ما بقدر نفسه نهائيا، لأنه أولا غير قانوني وثانيا غير أخلاقي. أنا ما بقدر خالف وصية المرحوم أبوكم. فريد بيك ما كان مجرد شخص غني موكل محامي، لا، فريد بيك كان بالنسبة إلي أكثر من صديق. بس هو مات وانت بتشتغل معنا احنا دلوقتي، هو لما كان بيطلب منك اي حاجه كنت بتعملها، وعشان كده خلاك المحامي بتاعه. اما بقى موضوع صاحبي والاخلاق والحاجات دي، خلي الحاجات دي على جنب عشان ما بتاكلش عيش. ايه مجد؟ ما كان فيني رد. شو بفادي؟ عمل حادث؟ عشان الله شوي شوي، كرمالنا وكرمال البيبي، عن جد نفسي عم تلعي. سلامتك. بعرف حاسه في شيء مش طبيعي بالموضوع. شو بقى الجديد اللي مو طبيعي بالموضوع؟ لك شو بعرفني، حاسه كانه في شيء ملعوب، انه معقوله بعد نهار من عرسنا نوعا مصيبه. هلا فادي بين الحياه والموت، وانت قاعده عم تحكي ملعوب ومو ملعوب، جد صايره شخص ماله طبيعي. جد انا صايره مش طبيعيه. سوري حياتي ما بعرف كيف اكيد. انت لازم تلاقي حل بينك وبين حالك لهي القصه. كل شغله مؤامره، كل شوي بالثانيه مؤامره. انا اللي بيهمني هلا اخي وبس. شو صار؟ فادي عمل حادث على موتوره. اف حرام، احسن واحد فيهم. يلا بنناقص واحد. شو صار؟ بنناقص واحد؟ ايش هيك عم تحكي يا فادي؟ الزلمه بين الحياه والموت، ولو ما حدا بيموت ناقص عمر. بكره بروح بشق عليه. هلا خبرني شو صار معه الكلبين. شو عرضوا علي؟ حط المبلغ اللي بدي اياه بس طلعكم بلوشه. أيوة شو قلت انت؟ ولو لك فاتي؟ معقول؟ عم تسأليني؟ يعني لهالدرجة ما عندك ثقة فيني؟ عندي، بس بعرفك من زمان وبعرفك قديش بتحب المصاري. المهم الشباب عاملين جهدهم ومركزين ليطلعوكي انت وميرا برات الضرب. افهمي علي، الله يرضى عليك يا فاتي، افهمي علي. انا مضطر امشي، عندي موعد بدبي. تحبي وصلك على المستشفى بطريقي؟ بيشوفوها حلوة منك هيك إذا زرتي لفادي بالمستشفى. بكره المستشفيات، خلص روح على موعدك، أنت ما طلعت لها. شي جديد؟ لا ما في شي، الدكتور قال إنه عنده جرح صغير بس خايفين من النزيف الداخلي، عشان هيك عم يتأكدوا. الشغلات الثانية ما أنا خطيرة، عنده كسر بس أو رض بإيده. طب تحكي لها ليه؟ بتحكي لها بالتفاصيل كمان؟ أنت فاكر إن دي فارق معاها حاجة؟ دي كل اللي فارق معاها الفلوس وبس. تخلص من واحد مننا عشان فلوسها تزيد. يا حرام، للأسف يا هاني إنك ما عشت معي لحتى تكتشف إنه في أشياء تانية بالحياة بتهمني أكثر من المصاري. ولو عملت هالقد إفور كنا اليوم كلنا صرنا عيلة وحدة.
انا دائما عم مديلكم ايدي وانتم دائما بترفضوني. طب مشونا اليوم بس على الاقل مشان فادي. اسمعي 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 اسمعي، سدي حلقك ولا تفتحي تمك بحرف، احسن ما احجز لك غرفه هون ولا بتحبي فوت سطحك جوا قدامه. خلص خلص امير امير، انت شايف انه هلا هذا وقت الحكي وتسقط الحسابات؟ اخوك شو بغرفه العمليات ما بنعرف شو بصير معه، ونحن عم نتخانق وانت عم تحكي بالمصاري؟ شو بكو؟ ماشي سوري اسفين. بعد شوي ما راح اعمل له شيء امير عشان خاطر انا امير. سدي حالك. ايه خلاص فهمنا. سوري انا اعتذر. سيد امير انا كثير بعتذر، اسف كثير ما صح لي مر على المستشفى. والله عندي شغل بدبي، يعني بجوز طول لاخر الليل. المهم طمني عنه كيف؟ ان شاء الله صحته احسن. ايه الحمد لله. اي شيء بيلزم سيد امير انا جاهز. يخلي لي اياك. لا لا ما تاكل هم. هلا الاحاديث الثانيه بنحكي فيها بعدين لانه صحته اهم. ولا يهمك. ومشاني اذا بتريد روقوا شوي على ميرا، ما تخلوها تحرك القصه. انتوا اكيد هلا مو فاضيين وعندكم مصاريف. ماشي يخلي لي اياك حبيب قلبي. بالسلامه. هلا معقول انت عم تفكر مثله؟ يعني من كل عقلك انا بدي دق لنور بس مشان افكسوا شعر العسل؟ مو مشكله، بكل الاحوال كان واحد منا لازم يخبره. انا متاكده انه ماريا عم تعبيله براسه. هلا انت هذا اللي شاغل بالك؟ ماريا ما بتفكر بهيك شغلات. اكيد هلا بدها تكون قلقانه على فادي. صحيح هي بتبين انها مو طايقته، بس انا بعرف انها بتعزه منيح. بتعزه؟ يعني لسه في بيناتهم مشاعر. انت كيف بتفكري انت؟ كيف يعني في بيناتهم مشاعر؟ لساته بالعمليه. شو عم يقولوا الدكاتره؟ كان المفروض يطلع من ربع ساعه بس لهلا ما حدا خبرنا شيء. كيف صارت الحادثه؟ بالمطار على طريق دبي. شو اخبر هنيك بالليل؟ لك انا مو قايل لكم لا تتركوا؟ مو قايل لكم خليكم جنبه؟ انا حاولت ما رضي. طب شو اعمل يعني؟ مو بقول هذا الكلام. مين اللي حصل؟ خليك هون انت. ها الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. دلوقتي احسن. هيفضل تحت المراقبه، لو امور استقرت ممكن يطلع بكره. سيد الدكتور تعبناك معنا والله. لحظة لحظة، يعني شو يعني ما استقريت؟ لهلا ما استقريت أمور؟ لا أحسن من الأول الحمد لله. بصراحة أنا جاب عقوبة، لو الضربة كانت قريبة شوية كانت أثرت على العصب البصري. طيب والنزيف اللي قلت لي عليه دكتور؟ لا لا الحمد لله ما فيش نزيف الحمد لله. الحمد لله. طيب الحمد لله. منيح الحمد لله الحمد لله. طيب فينا نشوفه؟ ليك شو عامل بحاله؟ هذا الولد رح يجنني. إذا ضل هيك رح يروح حاله. أنا حاسة بالذنب. ليش هتحسي بالذنب؟ هو عمل هيك بحاله. ما كان مصدق إنه عم نتجوز نور. إيه ما فينا نسوي له شيء. كان لازم ينسى. قطع عمره معلق فيكي. وانت خليتي كل هالعمر محلة فيكي. شو قصدك من هالحكي؟ ما قصدي شيء، قصدي انه لازم يتعالج. هي قصة الشرب لازم يتعالج منها فورا، هذا هو المهم هلا. انا رايح اجيب قهوة. بدك؟ لا Thank you.
كيفك؟ تعبان والله، قلقان كثير علي. أنا ما بديك تفكر إنه خبرتك مشان تخرب لكم شهر العسل. لا لا، كنا رح نعرف كل الأحوال. بس أكيد ماريا هيك فكرت. ماريا مشغول بالها بهالمصيبة وبس. ليش وين هلأ؟ هي مع فادي بالغرفة؟ إيه، أنا رايح لعندها. أنا ما كان قصدي إنه هي مع فادي لحالهم بالغرفة، ما تفهمني غلط. شو رأيك تروح أنت وياها؟ لساتكم بأول يوم. أي حدا فينا ممكن يبقى معه، أنا رح ضل معه. أصلا الحكيم طمني وقال لي إنه حالته صارت مستقرة. معقول كل هذا بيصير معك وما بتخبرني؟ وبدق لك وما بترد علي؟ طب ليش ما خبرتني؟ ما كنت وقفت جنبك بالمشفى؟ أنا ما كنت شايف فيكي. نفس المستشفى اللي مات فيها أبوي. أول لما بدخلها قلبي بتقبض، ببقى عايز أخرج منها بسرعة. بس حبيبي ما بصير تفكر هيك، خلاص انسى. لحد النهارده بيجي لي كوابيس. بقول لو كنت استحملت شويه كان ممكن الحقه، كان ممكن يعيش. انا ما بدي اياك تفكر بشي ما عاد فيك تغيره. خلاص فادي صار بخير والحمد لله، وامورنا بلشت تتحلحل شوي شوي. حبيبي شو صار بالعنوان؟ عنوان ايه؟ تعرف لو ما كان وضعك هيك اليوم كنت زعلت منك. شو عنوان؟ شو عنوان ماما؟ شو نسيت؟ بس تكلمي مع ابوك الاول. شو يعني وحدة بوحدة؟ شو اخذ بالك من الاثنين عشانك؟ ده ابوكي ودي امك. خلص حبيبي مثل ما بدك، رح حاكي. عارفة مس، على قد ما زعلت على ابوكي وحسيت قد ايه هو زعلان عليكي منها، بس لا تكمل لا تكمل حبيبي. انت وعدتني رح تكون جنبي، انت قلت لي رح تساعدني لاقي ماما، صح؟ مو هيك حبيبي؟ قلت لي انه رح نروح على مصر رح نلاقيها، مو هيك؟ انا بدي اياك تكون جنبي، لا تتركني لحالي، انا بحاجتك، وعدني حبيبي. عمري ما غزلك يا مس، وحياة ربنا. نعم ملك. المدام فاتن وصلت وعم تستناكي تحت. اوكي يلا قولي لها نازله ضيفي يا شي. بعتذر اذا قطعتك عن شي. لا لا ما قطعتيني عن شي. ما بعرف بس حسيت قطعتك عن شي مشان هيك اعتذرت. لا معلش ملك ما في شي، خلص روحي ضيفي يا شي نازله. اوكي. تعرف ما بعرف إذا أنت الشخص المناسب كرمال تحكي مع فادي وتقنعه بالريهابليتيشن. مين أقرب واحد له؟
فادي قريب من الكل بس ما بيخلي حدا يقرب منه. ما بعرف شو السبب، يمكن ما له مصدق انه نحن اخواته. وانت مصدق؟ طبعا هدول عيلتي، هدول اخواتي، هيك ربيت وهيك رح ربي ولادي. تعال تعلم. معلش حاسس حالي مالي نعسان، خليني كفي الفيلم. حيت هيدا دايما بعيده، ساعات اللي بدك فيك تحضره. ولا نسيت انه بعدنا بشهر العسل؟ لا كيف نسيت؟ بعدين لسه قدامنا العمر كلياته شهر عسل، مو هيك وعدتيني؟ طيب رح اطلع انا نام. شكلها ميرا بعد ما رجعت، مو هيك؟ ميرا بقيت بمستشفى مع فادي. شو بك رح تمسيح الجوخ؟ انه ما فهمت يعني بصفتها شو بقيت هونيك؟ ضلت مع مجد مو لحالها. كتر خيرها. إبرة المهدئ رح تخلينا من الصبح إن شاء الله، بس خبروكن بكرة فيكن طلعوا إن شاء الله. إيه خبرونا. طيب على كل حال خلص شغلي، يلا بالسلامة. مجود إذا تعبان روح على البيت ترتاح، أنا رح أبقى مع فادي. لا لا أنا بضل. شو أخي أقل منا؟ يعني كمان بدك تحسسني أني ماني واحدة منكن؟ بتشك أنه ما في يدير بالي علي؟ لا أبدا مو هيك، أنا بس مبسوط أني رح ضل معك. أنا كمان بدي إياك تضل معي، بس أنت كتير تعبان، تروح على البيت نام وتريح، بكرة كل النهار رح تكون هون، أصلاً بكرة بدنا نطالع. يعني ما بدك يعني ضل معك؟ بلا بدي، بس عم فكر إنه هيك جست صغير يخلي هيك يخفف حدة التوتر بالبيت، خليني أبقى معه وصدقني. طيب مثل ما بدك، إذا عتستي أي شيء خبريني أنا موجود. أوكي. مع إني يعني ما عم بفهم ليش ما بدي إياك. خلاص يلا يلا باي. باي 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 باي. أنا حسب ما فهمت من ميرا أنه عمل حادث لأنه كان سكران. دعانه هالشب، ما بعرف ليش عمل بحاله هيك، مثل القمر مش ناقصه شيء. قتل حاله عمرية. بس يا عمي الدنيا اسمه ونصيب، وهو بيعرف أنه هيدا الزواج بده يتم، وفريد الله يرحمه كل عمره يقول انه ماريا لنور. عسيرة الله يرحمه، انت بعدك ذاكرة شو حكيتي عنه؟ ما خليتي وبقيتي، مش معقول. حكي 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 وتأثر ودموع، يعني اللي بيسمعك بيقول كنتوا اعز الاصحاب. فعلا كنا اعز الاصحاب. فريد وقف حدي كتير انا ورياض باول طلعتنا لحد ما توفى الله يرحمه. بس هيك؟ ما في حدا عرفه لهالزلمة إلا وحسوا قديش. حسوا رجال ولا كل الرجال؟ دخلك فاتن؟ على شو صار لك ساعتين بتلطشي وبتلمحي؟ أنا مش مثل ما عم بتفكري. ليه بشو عم بفكرك؟ ما بعرف، بس المهم أنت تعرفي إنه أنا مرة وفية لجوزي ولبيتي طول عمري، وما بحياتي بتطلع على جوز مرة تانية. شو جابك؟ إن شاء الله كل شيء منيح؟ إيه كل شيء منيح.
أنا أجيت لأنه ميرا ضلت عند فادي بالمشفى، هي بتدير بالها عليه، يعني بلكي إخواتك بيهدوا عليها شوي. هي قالت لك تضل معه؟ أنا طالع أدرس شوي، بدك شيء؟ صباح على خير. أنت من أهله. طول عمرك وانت بتخون امي، بتخونها وهي عارفه وساكته. لو في شيء بتعرفه ما كانت سكتت. لا هي تعرف. انت مش عم تسمع ولا مش عم تفهم؟ اصلا ما في شيء لا تعرف او ما تعرف. هي قالت لي، قالت لي انها كانت تعرف كل النسوان الوسخه اللي انت مشيت معاها. انت عايز تهرب من ايه؟ من الحقيقه؟ انت عارف كويس ان كل الامراض اللي كانت عندها والكابه بسببك انت. ولا انت فاكر ان كل الناس هبل مش واخده بالها ان انت شخص اناني؟ رد عليا. طبعا مش لاقي حاجه تقولها صح؟ في عليك يا ضيعان التربيه اللي ربيتك اياها يا هو ده اللي قدرت عليه؟
نور. جاي اطمن عليه. كيفه؟ صار منيح. أعطيوه مهدئ وقالوا لي رح ينام لبكره الصبح. هلا انت جاي بس مشان فادي؟ انا ما فهمت كيف مجد حمل حاله ومشي. لانه انا اللي بعته وانت فهمت علي. ميرا الوقت عم يمر علي كتير تقيل. انا عمود، انا عمود متمرة بالنهار. ليش ما عرفتك من قبل؟ ليش؟ مشان هيك ضليتك سهران؟ ما قلت لي انك جاي لهون؟ ما اجاني نوم، اجيت شوفه. جيت شوفه ولا جاي تشوفه؟ هلا انت رح تضلك مهستره هيك وجاني جنينك لك على المستشفى ولحقتيه بنصاص الليالي؟ ميرا انت لو بتريحيني من قرفك بكون احلى شيء. ممكن تروحي من هون؟ ماريا، ماريا شغلتي انت، شو صار لك؟ تعي نحكي كلمتين برا. عن شو؟ شو اللي عن شو بدك؟ اللي كون بنص المستشفى يعني؟ تعي. يعني في شيء بخجل. ولو ما حدنا عرف نحكي كلمتين اللي هون، امشي تعي. تفضل احكي، عم بسمعك. يعني انا بشو احلف لك انه هذا الشيء اللي صار انا ما كنت ناوي عليه، صار بالصدفه. ما كان جايني نوم، قلت برد بتزل لطمن على فادي. نزلت. انا بعرف انه مجد تحت. شكله مجد تعب، ابصر ما لقيته، دخلت على الغرفه لقيته فوق راسه وهي ما بتتسمى. يعني بعدين انا ماني مضطر برر لك حبيبتي، انت بتعرفي مزبوط هذا الشيء. انا هي اللي ما بتتسمى، سمعتيني كيف؟ حكيتها يعني شوي تاني رح اقلعها. قلت لها روحي ارتاحي. وصراحه كمان انت حبيبتي لازم تريحي شوي. انا حاقعد عنده خلاص. نحكي بعدين، القصه بعد ما خلصت نور. بس هلا مش وقتها، خليك مع خيك. عم يصير معك امبارح بالليل؟ طول الليل عم بسمعك عم تعيط. شو رجعت تشوف ابوك بالمنام؟ بلاش تري يا امير. هيك شغلات لا تمزحوا فيها، ما حلوه. لا تواخذونا. مو قصدي يعني. انا رح روح شوف اسيل قبل ما يرجع يسافر. وانا اخلص احصلك. ها؟ لا تطول. شو؟ ليش رح نشوفه اسيل؟ يعني في موضوع بيننا كده. ايه موضوع شو؟ يعني عجبنا وبين بعض. يعني رايحين تشوفوا محامي العيلة، مبين. شو بده يكون فيه؟ بعدين بكل الأحوال شو ما كان الموضوع من حقنا كلنا إنه نعرف، ما ولا أنا غلطان؟ خلاص بقى. ولا أنت عايز تعرف عشان تروح تقول لي مين كل حاجة زي ما بتعمل؟ أنت عايز تعرف عشان تقول. أمال نرسان فين؟ لسه نايمين ولا إيه؟ نور بالمستشفى عند فادي. ماريا هاني. نور بالمستشفى؟ صباح الخير. نور؟ أنا شو صاير لي؟ عملت حادث ما هيك؟ خامس مرة تسألني هذا السؤال. عم تصحى وتسألني، عم تصحى وتسألني، مع انك كنت مصحصح لما جبتك من عناية لهون. صار مالك متذكر؟ ما صاير شي لحدا؟ تعازت حدا انا شي؟ لا لا الحمد لله. الله سلم. راسك شلون؟ وجعني راسي وايدي ورجلي. يلا بس.
بسيطة، ما في شيء خطير، جرح بالراس وحتى من دون قطع بشوية ردود، الحمد لله يلا حصل خير. أنت مو لازم تكون بشهر العسل؟ معقول، معقول أتركك بهي الحالة لك فادي؟ أنت ليش هيك عم تساوي بحالك؟ أنا ما معها، أنا ما عملت الحادث بقصدي. إيه بس شربت وسقت وهي لحالها مصيبة. مهم هلا مو وقت الحكي هاد، المهم إنك تتحسن إن شاء الله وتضل بخير. ما حدا فاتي بحب يشوفك بهذا المنظر. معلش لأجل هذا الحكي هلا، أنا بساوي اللي بدي إياه. لك إيه لك فادي إيه، بس أنت هيك مو بس عم تأذي حالك، عم تأذينا معك. بتعرف هذا الشيء ولا ما بتعرفه؟ بتعرف إنه أنا، بتعرف إنه أنا بحبك يا فادي. نور، أنا بحياتي ما رح أقبل إنك تجوزتها. شمعة